رعبتيني، شو لسه ما نمتي؟ كيف بدي نام؟ وأنا كل ماله وزني عم بيزيد، صار لي زايدة 1 كيلو و100 غرام. شوفي شوفي ميدو، روحي نامي حبيبتي، روحي ريحي وشك، شوفي شلون صار. لك ليش ما عم تفهموني؟ أنا أول ما أوصل على شركة بيحطوني على الميزان وبيوزنوني. ميدو يا حبيبتي، أنت جسمك عند، فهمانة شو يعني عند؟ آه، كيف يعني عند؟ يعني تياس. أنا آسفة ميدو، جسمك هلأ صار ما عده يحرق، هيك صار يحتفظ بكل الكالوريز. هلأ بالنكاية وقصدان بيحتفظ بالكالوريز وبيخليك تزيدي، وكل مالك عم بتزيدي، فخلص هيك طبيعة أجسامنا. قلتي لي عناد؟ ماشي، أنا رح فرجي مين أتيس، أنا ولا هو؟ ألو، هاي ليان، كيفك؟ أنا ريم، امبارح كنت عندكم بالصالون بس أنتي ما كنتي موجودة. ليان، أنا صار عندي لخبطة كتير كبيرة، ما بعرف أخذت خاتم وبيظهر إنه الخاتم مو إلي أصلاً، هو كتير بيشبه خاتمي. عن جد أنا اليوم ما فيني أجي لعندكم، شوي تاني جوزي بده يجي، إذا فيكي فيكي تبعتي حدا يجي ياخذ الخاتم من عندي؟ خلص رح نقلك العنوان. مشكورة مشكورة وايد مدام، مع السلامة. لو حصلوا الخاتم كتير برافو، بدي روح خبر الصبايا يوقفوا عملية بحث لأنه نكت والسنتر نكت.